أعزائي العرب متابعين صفحات اليوفنتوز، تحية طيبة لكم من البحرين. معكم الدكتورة شرف المزعل، دكتورة في تاريخ الحديث. سيكون معنا الكثير من اللقاءات على هذه الصفحة. موضوعنا أساسي، حب الأوطان مدخله التسامح. معكم سيكون هنالك الكثير من الجمال الذي نستطيع أن نقدمه لأوطاننا. شكرا لكل متابعين صفحات اليوفنتوس على الانصات وعلى هذا الوجود الجميل. تحياتي.